أسماء، بالفعل عند الساعة 6:45 بالتوقيت المحلي اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 شبان فلسطينيين هنا في مستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين. بالطبع أنا أتواجد الآن في الطابق الثالث حيث جرت عملية الاغتيال، والقوات الخاصة الإسرائيلية التي دخلت إلى هذا المكان تنكرت بزي الأطباء والممرضين. أحد الذين اغتالتهم إسرائيل كان يرقد على هذا السرير، وواضح في الصورة مكان الرصاصة التي اخترقت وسادته. إسرائيل قالت إنها اغتالت 3 من المقاومين أو من عناصر الفصائل الفلسطينية الذين خططوا لعمليات إرهابية وفق وصف بيان جيش الاحتلال، فيما دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إلى دعت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف إسرائيل عند حدها في انتهاكاتها للقانون الدولي وانتهاكاتها لحرمة المستشفيات سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ربما نتمكن من الدخول إلى الغرفة التي جرت فيها عملية الاغتيال. القوات الخاصة الإسرائيلية وهي مكونة من عدة عناصر، أكثر من 5 عناصر كما شاهدنا بالفيديو الذي يوثق عملية الاغتيال، دخلت إلى هذه الغرفة. كان يتواجد فيها 3 شبان، أحدهم يتلقى العلاج في المستشفى منذ نحو 4 أشهر كما قالت والدته لتيرتي عربي، وأيضا 2 منهم أحدهم شقيقه والآخر رفيقهم الذي وصل إلى المستشفى برفقة رفيقه للاطمئنان على صحة شقيقه. المصادر قالت إن الشبان لم يكونوا يحملوا أي أسلحة، لا سيما وأنهم يتواجدون داخل المستشفى. ربما تظهر في هذه الأثناء وفي الصورة آثار الدماء، حيث لم تواجه القوات الخاصة الإسرائيلية أي مقاومة أو مواجهة في هذه العملية، كما أن الممرضين ممن قابلناهم وإضافة إلى الدكتور توفيق الشوبكي وهو رئيس قسم الجراحة في المستشفى أكد أن أي من أصوات الرصاص لم تسمع حتى داخل المشفى، وهذا يعني أن القوات الخاصة الإسرائيلية أيضا استخدمت الأسلحة، استخدمت كاتم الصوت في عملية الاغتيال. شاهدنا بالفيديو كيف دخلت القوات الخاصة بزي ممرضين وزي أطباء وكانوا يحملون كرسيا متحركا من أجل التخفي، ثم مجرد أن دخلوا إلى هنا القسم الطابق الثالث، دخلوا من قسم الطوارئ ووصلوا إلى الطابق رقم 3 في المستشفى، أشهروا أسلحتهم في وجه الممرضين. إحدى الممرضات كانت تقف هنا في هذا الكاونتر، حاولت الصراخ عند تنفيذ عملية الاغتيال، فقامت أيضا القوات الخاصة الإسرائيلية بالاعتداء عليها، وقد شاهدنا أثار الدماء أيضا على الأرض، أثار الدماء من الممرضة أسماء. إذن وزيرة الصحة مي كيلي قالت إن هذا الحادث يضاف إلى حوادث كثيرة انتهكت فيها إسرائيل القوانين الدولية وحرمة المستشفيات. أشير فقط إلى أن عدد من اغتالتهم إسرائيل بالضفة الغربية بعد 7 أكتوبر أسماء ارتفع إلى أكثر من 76 شهيدا وفق المعطيات التي رصدها مرصد شيرين الذي يعنى برصد مثل هذه الحوادث. وأيضا عدد شهداء محافظة جنين ارتفع إلى أكثر من 89 شهيدا بعد 7 أكتوبر. الحداد العام في المدينة حدادا على أرواح الشهداء، فصائل العمل الوطني نددت بهذه العملية وطالبت وأكدت في بياناتها المختلفة على أن الرد سيكون قريبا ومباشرا على هذه العملية التي قالت فيها إسرائيل أو قالت إسرائيل بحقها إنها اغتالت 3 فلسطينيين، أحدهم كان يخطط منذ فترة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية أسماء.